السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبنا في قناتنا وقناتكم مع أخوكم عادل العبس. دلوقتي بإذن الله نزلنا النهاردة نشتغل على الغلة. في ناس كتير كانت بتسأل في تعليقات وفي جروبات على الفيس عن إزاي أصطاد بغلة صح، أطعم إزاي، العدة عبارة عن إيه، الحاجات دي كلها بإذن الله هنشتغل عليها النهاردة، وفيها شوية تكات كده هنعرف برضو مع بعض إن شاء الله. فتابع معايا. اولا دور الغلة يا جماعة، عندك حل من اتنين، يا اما تكون هتشتغل بعامل محفز زي عاملة المادة مثلا او غيره مع الغلة، فممكن تشتغل بيها زيها زي الطعم غماز عادي في اي مكان، ممكن ما يبقى مش شرط يبقى دور او يبقى متنظف او حاجة من دي خالص. وهعرفكم برضو في بامر الله في فيديو تاني ازاي نشتغل عليها في اي دور بالغماز عادي جدا بالغلة. تمام، الغلة يا جماعة عشان برضو اخواننا الخلايجة الغلة مش عارفين معناها، الغلة اللي هي القمح اللي بتعمل منه الدقيق او بالنسبة لهم الطحين. تمام، برضو عشان نبقى فاهم النقطة دي كويس، الغلة اللي هي القمح. طيب تجهيزها وتظبيطها علشان نشتغل بيها هتلاقيها في فيديو موجود على القناة، ماشي، اسمه اسرار تحضير الغلة، غلة الصيد وغلة العلفة وغلة الطعم وغلة المراية، كل الحاجات دي كلها بالتفصيل هتلاقيها على الفيديو بإذن الله. هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن في صندوق الوصف تحت. طيب مقدمة كده، الدور الغلة لازم بيبقى متنظف. تمام، طيب ادوار الغلة نوعين، يا اما بيبقى دور متنظف زي ما احنا شايفين كده وبيبقى التيار بتاعه ما هوش عالي جامد، في الحالة ديت مش شرط ان انت تعمل له جناب. تمام كده، لكن لو في تيار عالي يفضل ان انت تعمل جناب خشب مثلا بتدقه في الارض، تعمل عليه شوية تعريشة ولا حاجة، بحيث ان انت تخلي المكان بتاع الرصد بتاعك مفتوح، والجناب بتاعته بتبقى الحوش بتاع ايه، العفش بتاعك او الورد النيل او ايا كان اللي انت هتحطه فيه. تمام، ده بالنسبة للتيار علشان يهدي التيار شوية على الدور بتاعي. خلاص، طيب دور مفهوش تيار جامد، المية هادية شوية زي ما احنا شايفين، يبقى مش شرط ان انت تعمل اجناب. دي نقطة. النقطة التانية، في دوار مفتوحة. تمام، الادوار المفتوحة دي بتبقى ادوار نظيفة والتيار عالي لكن مفيش اجناب. تمام، في الحالة ديت احنا بنشتغل ازاي، بنرمي الريشة بتاعتنا عادي اللي احنا بنشتغل بيها، بس ما بنخليش الريشة قدام، بنخلي الريشة على بداية الجرف. تمام، الريشة بتاعتي بتبقى على بداية الجرف، بحيث ان انا لو قدمت الريشة شوية، عشان في ناس برضو سألتني في مرة واحنا بنعمل الفيديو التجربة بالمادة وقالوا انت الريشة على الشط بر، هو ده الصح يا جماعة، بدل دور مفتوح ومية سريعة ومفيش معايا اجناب، في الحالة ديت لازم اخلي الريشة بتاعتي على الشط بر، بيبقى مثلا الشط هنا بداية المية، الريشة بتاعتي هنا يعني طرفها بره، لانها لو دخلت اكتر من كده شوية هتسرح معايا مع التيار. تمام كده، وفي نفس الوقت اقل سحبة هتاخدها معاك هتبان معاك، غير لما تبقى في نص المية او تبقى بعد الشط بشوية. تمام، فانا ركز في الحتة دي بس، معلش طولت عليكم، بس الحاجات دي مهمة جدا لازم نعرفها من الف الى الياء. طيب الاعواد اللي معايا اللي شغالين بيها بالنسبة لشغل الغلة ما بتبقاش طويلة. تمام، يعني المفترض ان انت العود بتاعك بيبدا معاك مثلا من عود متر ونص لغايه 2 متر و10، 2 متر و40 او 2 متر و60، ده يعني ايه اقصى حاجه، اكتر من كده هيبقى ياما على شغل الغله، الا لو كان الدور بتاعك عالي، يعني انت في مسافه طويله بينك وبين الميه، في الحاله دي ممكن يبقى معاك عود طويل، لكن الافضل ان بيبقى العود بتاع الغله قصير. عود الطعم بيبدا معاك من 2 متر ونص وانت طالع لغايه 4 متر ونص شغال. تمام، طيب انا هنا معايا عود 2 متر و10. تمام، الريشة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، دي سلك الدش، الريشة يا جماعة وتظبيطها وعمايلها وكل حاجة هتلاقيها برضو موجودة على القناة في فيديو مخصوص لتجهيز الريشة والغماز. تمام، طيب بصوا معايا دلوقتي، انا جبت المادة بتاعتنا. تمام، المادة دي يا جماعة متوفرة جاهزة، اللي عايز يعملها يدوي موجودة برضو على القناة طريقة عمايلها مظبوطة. في ناس عملتها ونجحت معهم كويس جدا، وفي ناس للأسف يعني هي ممكن ما تكونش عملتها صح، ممكن تكون خففتها زيادة عن اللزوم، تقلتها زيادة عن اللزوم فمسكت منها،
المهم انها تتعمل بمقادير مظبوطه عشان تطلع معاك صح وتعمل نتيجه كويسه. في منها عبوات جاهزه زي عامله دي كده معايا، عبوات جاهزه ديت هتلاقيها موجوده عند ابو انس لادوت الصيد، ده في دمنهور باذن الله. لو كان كده ممكن اسيب لكم رقمه تليفونه. دي العبوه عامله 30 جنيه طبعا، مش 70 و80 و100 والاسعار العبيطه اللي احنا بنسمعها ديت. للاسف في ناس كتير خدتها نصبايا، وده اللي سوق سمعتها يعني. طبعا الناس اللي موجوده معانا في الخليج بالذات، دول الخليج وارد عندهم الليله ديت كتير وبيشتغلوا بيها ياما وعارفينها كويس، لكن هنا في مصر الموضوع جديد عليهم وللاسف استغل بطريقه مش كويسه. فعموما المفروض ديت هي لسه جديده اهيت، تمام، بتبقى مقفوله زي ما احنا شايفين كده، تمام، انت اللي بتفتحها بنفسك، بس قبل ما تفتحها رجها، تمام، عشان لو في اي رواسب فيها ولا حاجه تبقى شغاله معاك كويس. هي دي ازازه تانية كان لسه فاضل فيها شويه. بصوا يا جماعه هناخد هنا الغله، قرب معايا سيد، تعالى معايا هنا، بص معايا، هناخد هنا الغله، دي الغله اللي هنطعم بيها، ودي الغله هنشتغل بيها على المرايه، هنحط منها شويه. وهنقلبهم. تمام زي ما احنا شايفين كده خدت لون ايت. وهبدأ ان انا انزل بيهم في المراية. طبعا يفضل يا جماعة ان يكون الدور غويط شوية، ما يبقاش مسطح. ده بالنسبة لدور الغلة. ناخد واحدتين كده ثلاثة نحذفهم قدام. طبعا احنا لسه جايين، لسه ما عملناش حاجة، علشان ابدأ اجمع السمك بتاعي بإذن الله. وعشر دقايق كده وهنبدأ ان احنا ننزل عليه. عايز تنزل عليه على طول انزل، بس هو طبيعي الحبايات اللي انت بتحذفهم بعيد ديت هتبقى شغله السمكه شويه، فلو نزلت هتاخد وقت معاك قبل ما ايه، قبل ما تشتغل، تمام. طيب بالنسبه لتركيب الغله على السن معايا، باخد الغلايه كده، ده سنار 5 كربون ملوي زي ما احنا شايفين. السنار ده يا جماعه حلاوته في حاجه، هو ايا كان نوعه، هو مش شرط، هو في انواع كتير جدا، لكن المهم ان هو يبقى كربون واسود خلاص، ده افضل حاجه بالنسبه لشغل الغله. غير ان هو بيبقى كويس معاك في الطعم، لو شبك بيفتح معاك ما بيكسرش او يقطع او تلاقيه كل شويه عايز تغير وش، فده برده من ضمن مميزاته يعني. بصوا يا جماعه بنمسك الغلايه كده، بتلاقي في شق هنا في النص زي ما احنا شايفين كده، بنخش بيها من هنا، تمام. بص الغلايه طيبه ازاي، ايوه تمام. بصوا يا جماعه بوز السن يا دوبك بيبقى طالع معايا سنه صغيره كده، ماشي. احنا لسه ما استنيناش، بس عموما هنجرب كده، ربنا يكرم باذن الله. طبعا انت لو هتعمل شاي مثلا ولا حاجة هتقعد شوية، 10 دقايق ربع ساعة بإذن الله، وهتلاقيها تبدأ تشتغل. على فكرة يا جماعة الغلة بتشتغل نهار وليل، الناس برضو اللي كانت بتسأل، الغلة بتشتغل نهار وليل. الأفضل ليها طبعا النهار بما إن الحباية بتبقى باينة وبتلمع للسمكة، لكن بالليل بتشتغل كويس وبيبقى الأحجام بتاعتها حلوة. هو بإذن الله بادئ إن هو يبقى فيه شغل، هي المادة بدأت تجمع السمك تحت بس أغلبه لسه صغير،
وفي كام سمكية كده عدت أحجامها بسم الله ما شاء الله يعني حلوة، إن شاء الله تبدأ تشتغل معانا. إحنا دلوقتي لسه العصر ما اتدنش، المفروض إن هي من قبل المغرب كده تبدأ تشتغل معاك كويس. بالنسبة للأحجام يعني شايفينها يا جماعة؟ شايفة سيف السمكية دي جاية معاك؟ شايفة؟ لما شاورت عليها هربت. شفتها جت معاك؟ حتة حلوة بسم الله ما شاء الله، يعني زي نص كيلو كده. بإذن الله يا جماعة تظبط. وأنا محضر برضو عود صغير تاني اهوت، هنشتغل بيه غماز إن شاء الله برضو على نفس الدور بالغلة واحدة واحدة كده. خليكم معانا اهي كده كده تقريبا فات زي 5 دقايق، هنبدأ كده ننزل. بس يا جماعة هتاخد بقى الغلة اللي انت طعمتها ديت وهتنزل بيها يا جماعة. هنيجي هنا برضو الغماز، عملنا غماز صغير اهوت، هناخد برضو الغلة وننزل بيها. بس يا جماعة الغلة بالغماز نزلت، بدأت تغمز يا ربنا يكرم. فتحت بالاتنين. امسك اسيف عشان التانية فيها حاجة. انا كده مش هلحق على الاثنين، الاثنين شغالين. امسك كده سي، امسك كده سي، استخدم انت هنا. ماشي يا عم سهل، صغيرة وهربت. مش عارف، واحدة واحدة كده. بصوا يا جماعه، هي دي زي ما احنا شايفين سمكه صغنونه خالص اهيت، ماشي يعني قد الصوبع بالظبط، بس شايفين بطنها بسم الله ما شاء الله، كل ده بطروق. طبعا ديت كده المفروض ان احنا نرميها، بس انا بدل فيها بطروق كده انا بحبها صراحه، اخدها معايا. واحده واحده بامر الله كله خير. هو طبعا ده كبداية، لكن احنا يا جماعة زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، المادة مخلية الغلة عاملة زي الطعم، اول ما بتنزل بيها بتشتغل. حتى لو بدأت من دلوقتي ان الاحجام اللي ظاهرة صغيرة او وسط او شايفين، لكن ان شاء الله على اخر النهار هتبدأ تشتغل كويس مع الاحجام الكبيرة. ارخم حاجه بقى الاستاكوزا اللي جت تحت ديت كده. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.